كان معكم الله يرحمه ظهري الهادي برخيص في المجموعة. توفى 97 انت كنت موجود في ذاك نتاع اولمبيك اليوم. نلعب ايه. احكي لنا شوية تفاصيل ما يعرفش العباد على الماتش هذاك نهارتها. تفاصيل نتاع الماتش هذاك نهارتها بون، الماتش هذاك هو بون كان ماتش اميكال في بيريود تاع تريف وقتها. جاتنا وقتها البيريود هذيك مع السيد خالد بن يحيى. جاتنا اليوم باش نلعبوا معاه ماتش اميكال وقتها هادي معناتها اللي نتفكروا وقتها قعد جمعتين ذولي ما ترناش في قرقنا موش حاضر اصلا الماتش فهمت. وبعد هذيك رجع جانا ماتش هذا جانا ماتش هذا وقتها جانا ماتش اميكال مع اليوم وقتها نفدلكوا في التيران انا وياه انا وقتها طاح بيا الكابيتان نتاعهم ما في ما يتفصل لك تني لان جيت ناخذ معك بالراس لحد شيء راسه هكا يضحك علي هادي وانا نلعب بيفو وانت الله يرحمه كارير جوش وادخل خذ عليا شويه برات وانت بونفور يضحك قال لي كان تشوف لي نحس فيه انا معناتها نضحك وبالله كاو وقتها البريتيكا مازال جا البدراوي الاسبيرونس اول ماتش ليه باش يعمل وقتها مش تيست مي باش يقدموه للجمهور خاطر هو وقتها كونفيرمي معناتها مليح كبير وبيتور وحاسيل كاو في الميتون انا ما نكذبش عليك باش نموت بالتعب انا وقت اللي دار هو السيد خالد بن يحيى قال معناتها شكون تعب شكون مازال شكون تعب شكون ماش يحب يلعب نخاف حتى باش نهز يدي يقول انا فهمت يا خويا قال فهمت ماذا بيا الهادي وقتها بجنبي الله يرحمه قال راني تعبت ماش نجم نلعب ابو قسما بالله هادي وقتها تفكر هاك الفيتامين هذيك اللبسه الحمراء تحط كاس ما تحط فيه كعب هادي وقتها حط حكه كامله الله يرحمه في دبوزه ما صابرين كبيره فهمتني تعب ماش ينجم اشربها الكل قالوا ماشي النجم قالوا كمل ماكش ما باش يصير لك حد شيء كذا ابون وقسما بالله خالد بن يحيى في ماتش اولمبيك اليوم قال اي في الفيستير اي قالوا كمل العب اي فهمتني وكمل العب فهمتني بون شوف ما يتحمل مسؤوليه حتى حد ما هذه حاجه ربي فهمتني بيان سوي عمال ما نحكي لك اللي صار فهمتني وكاو فوالا وتوفى بعد كيفاش كانت رد الفعل في الفيستير حتى ردت فارت فهمت شنو نتاعكم كيفاش تقبل ولا ما سمعتوش وقتها انتم يا ودي شوف هي الكلمه ديك ما ينجم اي اونترونور يقولها لك ابريتو خي واش داخل في علم الغيب لا مانيش نحكي على خالد بن يحيى كيفاش تقابلتوا معنا الاخبار نتاع وقت يوصل لك انت مثلا الاخبار نتاع وفاه في التيران صدمه اما حتى حد ما دخلت مخ حتى حد في التيران علاش على خاطر اول مره تصير حكايه كيك قدامنا ما شنو معناتها فقد الوعي كنا ماشي في بالنا فقد الوعي داخ فهمت داخ فهمت ما اعطيناهاش الحكايه معناتها امبورتونس لحد لطفي ربي معناتها الموت وقتها الله يرحمه من بعد سمعنا في الكلينيك اللي هو هز الكلينيك توفى فهمت الله يرحمه وينعم ما كانش ما اش قال وقتها خالد بن يحيى ما مش بس اش عمل اللي هو معناتها ما عنده باش يقول هو معناتها كلمه قلت لك تتقال حد ما هو داخل في علم الغيب انا حكيت لك صار انتيغرالمون رغم اللي هو قال شكون طلب شكون تعب اي اونترونور في العالم يقول شكون تعب فهمتني ساعات انت تقول له لا يبدا مازال حاجته بيك ولا ما عندوش شكون يعاود تقول لك برا بركة شد روحك فهمتني كل كلمه هذه شكون تعب معناها انه باش يبدلوا تعب يبدلوا سينو ما يقولهاش ولا لا سمعتني ايش قلت لك ولا لا هو يقول شكون تعب سيفري النجم تو انتم قاعدين ثلاثه من الناس قدامي من تلمو معايا يقول شكون تعب الاولاد فهمتني انا حاجتي بيك انت قال هذاك تعب كان تقول انت تنقز عليك تقول لك ارتاح دي.